العيون. تنظيف العيون بالهند مهنة، مثل الحلاق، المساج. يتسأل وش تشتغل انت؟ والله انا نظف عيون. اي ما شاء الله. وراس ماله يجيب له سيم معاه ناعم مثل ملقاط، مدري وشو، ويدحس بعين الزبون ويطلع منه حصى ورمل وشرابات وكنديشة وغسالة ملاوي يعني، بس أكثر ما حصى ورمل وشغلات مثل هالشغلات. بعضهم أنا شفت أكثر بالمقطع، بعضهم يطلع معاه من عينه حصات هذا كبرى. يعني معقولة؟ معقولة بنادم بعيونه بهالشغلات؟ يعني إحنا لو يسوي لنا تنظيف يا ولد يلقى قلاب رمل. ما شاء الله عندنا عاد البيئة ما تحتاج. شوف إيش كثر طلع، شوف شوف. والأولين ترى عندهم بعد هالسالفة لكنها بطريقة ثانية، يعني بلسان يلحسون العين ويطلعون منها مدري وش يطلعون منها. والطب هالحين والعلم ما عمر سمعت أحد قال والله رحت للمستشفى وشوعت لقيت بعيني اللي يرضمه. ما عمر قالوها.